طيب في خبر مهم جدا من موقع في الجول، وهو خاص بان في بعض التعديلات على قانون كرة القدم. علشان نعرف التعديلات دي بشكل اوضح اكيد لازم نروح لقيمة تحكيمية كبيرة جدا. انا على المستوى الشخصي بحبه قوي كابتن سمير محمود عثمان. يا كابتن سمير مساء الفل على حضرتك. مساء النور، ازيك كابتن امير؟ وحشني جدا. انت اكتر والله. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، وبستمتع على طول. ربنا يخليك الراقي والجميل. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني عايزين نعرف التعديلات الجديده اللي تم اعتمادها خلاص بشكل رسمي فيما يخص كره القدم، وابرز هذه التعديلات وايه الجدوى كمان من التعديلات دي. طب بدايه لجنه الإفاب بتجتمع في الاتحاد الدولي تمام كل سنه من الوقت ده. كويس. تمام. وده الاجتماع رقم يحمل رقم 133 ودي خاصه بقانون كره القدم. لجنه الإفاب كده سريعا يا كابتن بتتكون من اسكتلندا وايرلندا وويلز وانجلترا تمام، ومعاهم طرف خامس الاتحاد الدولي. كويس. تمام. كويس. عملت الاجتماع كان اول امبارح وخدت تعديلات مهمه وعرضها كله يا كابتن. عاوزين يقللوا إضاعة الوقت في المباريات وبعض الحالات اللي بتوتر العلاقة بين اللعيب والخصم والجمهور. كان أبرز التعديلات دي سريعا يا كابتن. تعرف حضرتك لما بنعمل عملية استبدال لازم يكون الماتش واقف ولازم اللعيب يخرج من أرضه من نص الملعب ويبقى اللعيب المستبدل ينزل مكانه نص الملعب عند الحكم الرابع. دلوقتي قال لك لا، أول ما يبقى في استبدال اللعيب المستبدل اللي خارج ممكن يخرج من اي نقطه هو قريب ليها في الملعب، اقرب نقطه يعني ليه يعني اقرب نقطه عند الدرجه الثالثه هناك كده يخرج من هناك. عند ركله المرمى او الكورنر يخرج من الحته اللي هناك. كويس. لعيب الثاني ينزل على طول. تمام. دي كانت نقطه مهمه جدا. تمام. من بعض النقاط برضو المهمه يا كابتن وهتريح الحكم في المباراه وهتقلل التوتر. عارف حضرتك كابتن امير اما بيبقى في ركله حره مباشره او غير مباشره بره ال 18 في حائط الصد بيقف الحيطه. تمام. بتلاقي بعض المهاجمين واقفين مع الحيطه بالظبط، وتلاقي في مناوشات اللي يزق وما يزقوش وكده. راح الاتحاد الدولي قرر امبارح اما الحيطه دي تتلعب واي لعيب من الفريق الخصم عاوز يقف لازم يبقى مسافه على الاقل متر من الحيطه. متر. فطبعا دي متر. طبعا دي هتسهل قوي الامور. كويس. تمام. مش هتلاقي لعيبه مش هتلاقي احتكاكات والحكم يقف كتير ويقعد يقول لي ده استنى واسكت ومش عارف ايه وكلام من هيبقى في سرعه ايضا للعب يعني. تمام. للعب. وفي نقطه ثالثه بقى الناس ما كانوش واخدين مالهم منها اثناء تنفيذ ركله المرمى. كويس. او الخطا المباشر او غير مباشر داخل منطقه الجزاء لصالح المدافع. حضرتك عارف ان الكره دي بتبقى في اللعب اول ما الكره تطلع بره ال 18 بمعنى تاني ايه؟ عندنا اللعيب بيلعب ركله المرمى الكره يا كابتن امير مش بتبقى في اللعب غير لما تطلع بره ال 18. بالظبط بالظبط. دلوقتي لا، عملوا عليها تعديل قال لك ايه بقى؟ ان الكره هتبقى في اللعب بمجرد الكره تتحرك. تمام؟ تمام. وفي الحاله دي ممكن لو المهاجم يعني المهاجم او المدافع ممكن يعني المدافع بالتحديد ممكن يستلم الكوره من داخل البوكس عادي دلوقتي ولا لسه؟ يستلم. برافو عليك. يستلم بس بشرط اثناء التنفيذ هو يكون واقف بره ال 18. تمام تمام. يعني قبل يعني ما الحارس يطلع الكوره من رجله هو يكون اولا بره ال 18، لكن بمجرد ما الكوره تطلع من رجل الحارس ممكن يدخل يستلمها. برافو. من داخل ال 18. برافو عليك. انا بقى محتاج واحد سبنسر طبعا ممكن يجيبها وممكن يجيب منها جول. بالظبط. انت عارف الكوره ما تبقتش في اللعبه غير ما تطلع بره ال 18. بالظبط. كنت بتشوف المدافعين بيعملوا ايه؟ بيستنوا الكوره. لما يلعب ركله المرمى يروح المدافع جاي مستلمها من جوه، يروح الحكم عايدها. الحكم عايدها بالظبط. انت كمان زمان لو كان مسكها بايده جوه ما فيهاش ركله جزاء كان هيعيدها برضه. لازم الكوره تطلع بره ال 18. تمام؟ عندنا برضه في نقطه مهمه اثناء تنفيذ ركلات الجزاء. ركلات الجزاء او ركلات الترجيح لازم حارس المرمى يبقى بين القائمين وتحت العارضه على الاقل في رجل فيها محطوطه على الخط. تمام؟ عشان تعرف في حراس مرمى بيبقوا واقفين جوه المرمى، في حراس مرمى بيبقوا متقدمين، لا دي شرط بقى ان لازم على الاقل تبقى في رجل عشان برضه تدي حريه لحارس المرمى عشان السيناريوهات الانفعاليه بتاع حارس المرمى صعبه جدا لما توقفه ما يتحركش. طبعا. قال لك لو في رجل يبقى اوكي. النقطه المهمه بقى يا كابتن امير ودي فرقت جدا هتفرق جدا اللي هي في العداله. كان زمان والكره بتتلعب لو خبطت في الحكم كانت بتسمع بيقول لك الحكم يعني لاعب. لاعب طبعا. لا دي الحمد لله بقى الاتحاد الدولي خد باله منها إيه وخد قرار فيها لو الكوره استفاد بالحكم
لو الكره اصطدمت بالحكم لا الحكم هيوقف ويعمل اسقاط. تمام. اوقات كتير جدا بتبقى في ظلم باين كده، الكره تيجي من غير قصدها تيجي في الحكم وتخش جول. حصلت عندنا في الدوري المصري السنه اللي قبل اللي فاتت لو تفتكر. بالظبط. مباراه السنه اللي قبل اللي فاتت كان مباراه اسوان، وقمت الكره اصطدمت بالحكم من غير قصده دخلت جول. قال لك لا هنا بقى. بس في المقابل يا كابتن سمير، طب ما هو برضه موضوع الاسقاط ده ممكن يعطل من اللعب شويه، عكس ما الكره تخبط في الحكم واللعب يكون مستمر. ده يعني ده بخلاف الهدف اللي هم بيعملوه. بس اما يعطل اللعب يا كابتن احسن لما جول يجي غلط. كده في فرقه هتستفيد بهدف او بهجمه مرتده ما مالهاش حق فيها. هم عاوزين يوصلوا للعداله مع اخر حاجه. نقطه ثانيه برضو انه دلوقتي الحكم المباراه ليه حق اشهار الكارت الاصفر او الاحمر للجهاز الفني او الاداري. تمام. او من زمان اللي احنا لغايه دلوقتي. انا ما ينفعش اطرد المدرب او اللعيب الاحتياطي بطلع له كارت، لا. لازم بقى كنت بقول له اطلع بره على طول كده. برافو عليك، دي بتبقى لغه شكلها مش كويس. يعني كشكل ادبيا مش كويس لما تشاور واحد تطلعه، لا انت في الكارت اللي انت عارفه الكارت الاصفر ده بنزل المدرب او الدكتور او اي حد من الجهاز الفني، او كارت احمر بقول له استبعاد. الاشاره ان لما بتيجي تطلعه بره بايدك دي مش كويسه ادبيا. طيب كابتن سمير، التعديلات دي هتطبق من امتى بالظبط؟ من الموسم اللي جاي ان شاء الله 2019، اللي جاي اللي هو 2019 2020 بإذن. طب هل هيبقى في محاضرات بالنسبه للفرق المصريه او اللاعبين المصريين عشان يعرفوا التعديلات دي ويبقوا عندهم المام بيها بشكل كافي؟ بص يا كابتن، طبعا التعديلات دي بتوصل للاتحاد الاهلي. والاتحاد الاهلي المفروض يعممها على كل الانديه. وهنا بقى انا بطلب من الاتحاد المصري انه يبعت جوابات رسميه لكل الانديه. تمام. يقول لهم يا جماعه احنا عندنا في محاضرين او في حكم يقول لكم التعديلات في وسط الموسم. صح. كل نادي يقول لك انا ما كنتش شيء اعرفها، فالنادي اللي بيخاف على مصلحته بصراحه يطلب التعديلات دي تجي له وتتشرح له من اي حد من الحكام. طيب كابتن سمير، بسرعه في 30 ثانيه وانا بختم مع حضرتك، موضوع الفار هل ممكن فعلا يطبق من بدايه الموسم اللي جاي؟ لان في الجمعيه العموميه الاخيره لاتحاد الكره احد اعضاء اتحاد الكره قالوا او وعدوا اعضاء الجمعيه العموميه ان وارد جدا وان بنسبه كبيره هيكون في تطبيق لتقنيه الفار في بدايه الموسم، هل نلحق ان احنا نطبق هذه التقنيه مع بدايه الموسم الجديد؟ يعني خلال 30 ثانيه قبل الاذان طبعا هتبقى صعبه جدا. لان لازم عندك عنصر بشري يتمرن عليها ومش اجهزه انت تجيبها بس. تمام. لازم يتمرنوا عليها. اتمنى انها تحصل بس هتبقى صعبه الموسم اللي جاي. خلاص بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير محمود عثمان، طبعا حكمنا الدوري الكبير والشهير جدا.